اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين في الفقره الثانيه من البرنامج، واللي بيسعدنا وبيشرفنا يكون منورنا فيها في الاستوديو المهندس سيد صلاح صاحب شركه ديكور المصري. اهلا وسهلا يا باشمهندس، شرفتنا ونورتنا النهارده. اهلا بيك، كل عام وانت حضرتك طيب. طيبين يا رب. في البدايه يا باشمهندس، لا يا مهندس سيد، لو تحب مثلا تكلمنا على موضوع انت طبعا متخصص في موضوع الديزاين والديكورات. تمام. طيب تدينا فكره كده عن الديزاين، لان في كتير بيبقى مثلا واخد الموضوع او مش فاهم موضوع الديزاين، هو فاكر ان هو مجرد شويه رسومات على شويه الوان فهو كده خلاص يبقى عمل ديزاين. يعني لو تدينا فكره كده، الفكره الصح عن موضوع الديزاين. هو الفكره الصح عن موضوع الديزاين، الديزاين بيتقرا زيه زي القرايه والكتابه بالظبط. تمام تمام. فبيكون بالنسبه لي الديزاين يعني هو عباره عن كتل، فبقدر اتحرك من كتله للتانيه، فلازم يكون عندي ربط ما بينهم. تمام. كالوانات، ككتل مثلا، ممكن عندي يكون كتله مساحتها كبيره جدا في مكان، وانا حاطط كتله في الاتجاه الثاني من الجانب نفسه صغيره جدا، بس انا منسق ما بينهم عشان يدينا اتزان نفسه. تمام. عشان احقق الاتزان. يعني هو فكره الديزاين نفسه اتزان وحركه. ان ازاي انا عيني على الكتله دي، وايه اللي هيحركني من الكتله دي للكتله دي، وعلاقات، علاقات اللي هي علاقات يعني التلت والتلتين. تمام. علاقه التلت والتلتين دي افضل العلاقات اللي هي بتدينا بتحقق لنا حاجه اسمها جولد ريشو، اللي هو عباره عن النسبه الذهبيه. اي شيء في الدنيا بيبقى ليه نسبه جمال. طبعا. تمام. فلو اتكلمنا على الديزاين، يعني المفروض ان انا يعني لازم عيني تتحرك من مكان لمكان، لازم اكون قاري المكان كله. هو عباره عن ان انا ازاي اقطع الفراغ نفسه. تقصد يعني يبقى في تجانس ويبقى في تناسق ما بين كل قطعه في المكان تكون متناسقه او متجانسه. تمام. وايه اللي هيحركني من الكتله دي ويديني الكتله الثانيه؟ تمام. لازم يكون في ربط ما بينهم. مش ان انا ببص المكان واسيب مكان واروح لمكان تاني خالص، لا. تمام. طيب تمام. طيب بالنسبه لشركه حضرتك اللي هي شركه ديكور المصري، انت صاحبها يعني بتاعتك؟ الحمد لله، كل التوفيق يا رب. طيب لو تحب تقول لنا ايه الخدمات اللي ممكن اللي بتقدمها الشركه للسوق يعني او لل احنا بنقدم تصميمات، تشطيب، بنسلم مفتاح، فرنتشر، كافه تفاصيل التشطيب عامه يعني. بنقدم مقايسه، وفي اسعار عندنا باكج نفسه يعني ممكن بسعر المتر زي ما الناس زي ما بعض الشركات شغاله، وفي بعض العملاء بيجوا لنا بنبدا نعمل لهم مقايسه تفصيليه. المقايسه دي عباره عن تفاصيل العميل بيطلبها نفسه. يعني تقصد باكج كامل يعني ممكن انت بتستلم في حاجه عندنا سعر الوحده، سعر المتر. تمام. وفي عندنا ممكن بيبقى بعض العملاء لهم تفاصيل معينه. تمام. يعني التفاصيل ديت ما نقدرش نقدمها بمقايسه عامه يعني. يعني انت ممكن تستلم الوحده يعني بتسلمها مفتاح على المفتاح يعني كل حاجه يعني كتشطيبات كديكورات اساسات ارضيات اساسات كل حاجه كل حاجه مفيش مشكله خالص. طيب تمام، حلو قوي. طيب ايه يعني ايه المختلف اللي بتقدمه شركتك يعني، او ايه الجديد او ايه المختلف عن اي شركه ثانيه ممكن تكون شغاله في نفس النوع يعني؟ هي عامه مفيش اختلاف ما بين الشركات بعضها يعني الا بعض الخامات نفسها يعني. في الخامات الخامات نفسها طبعا، في حد بيقدم خامات معتمده، وفي حد بيقدم خامات تمام. تمام. بنبدا مثلا يعني عشان نحاول نقرب المسافات شويه للعميل، يعني مثلا ممكن لو العميل هيشطب معانا ما بنبداش نديله يعني ما نحاسبوش مثلا على ديزاين، بنعمل له اوفر ممكن خصم 10%. يعني شركتك متواجده مع يعني مع التحديث مثلا، او يعني التصميمات الحديثه دايما بتعمل ابديت ليها بحيث ان هي تقدم كل الجديد او كل التحديثات للعميل يعني. او كل فتره بنراجع السوق نفسه، بنتصل بعض الشركات نجيب منهم عروض اسعار عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. طيب اوكي. طيب انت قلت لنا يعني قبل الهوا ان دي يعني شركتك الخاصه بيك. تمام. انت اللي بدات. تمام. وقفت على رجليك، انت اللي بدات من الصفر خالص. فلو عايز تتكلم عن تجربتك يعني، احنا واخدينك النهارده المهندس سيد صلاح يعني نموذج للشباب. تمام. اللي يعني اعتمد على نفسه، اللي كافح لحد ما وصل ولحد ما نجح وعمل لنفسه اسم في السوق، والعمل لنفسه يعني شركه خاصه بيه او عمل خاص بيه. لو عايز لو تحب ان انت تتكلم مثلا عن تجربتك بحيث ان انت تقدم يعني مش مش المهندس سيد صلاح نفسه، لكن كان نموذج للشاب اللي كافح واللي وصل واعتمد على نفسه لحد ما وصل اللي هو فيه، كنموذج للشباب يعني. اتفضل. هو حضرتك الموضوع يعني زي ما هو صعب زي ما فيش حاجه مستحيله. اكيد يعني صعب ومفيش مستحيل. يعني لازم الواحد الانسان يكون عنده طموح ويحاول بقدر الامكان انه يقدر يوصل اللي هو عايزه.
ودايما يعني في مشكله بتقابل الدنيا كلها، اللي هو كله بيفكر الماديات. في ناس هبتدي ازاي او هعمل هبتدي ايه، ازاي، محتاج فلوس انا قد معيش ايه، فلوس، الكلام ده معيش كله. راس تمام، مال. كله بركز في النقطه دي. لكن انا ممكن عادي ابتدي لكن مثلا بحاجه صغيره او اقدر ابتدي بمبلغ صغير على وان انا قدر اقدر. امكانياتي، بس المهم انا حاطط دراسه لنفسي اكيد اهم وحاطط حاجه خطه طبعا. بشتغل بناء عليها عشان اقدر اوصل للي انا عايزه. يبقى يعني انا حاطط هدف وحاطط خطه وحاطط دراسه بحيث ان انا امشي علمي يعني تمام. مش واكيد برضه عشوائي. هيقابلني مشاكل، يعني اكيد هيقابلني مشاكل، اكيد طبعا بس مفيش برضه حاجه ما هتكون في بتخفاش. محتوى ان انا اتخطاها، ما دام ان انا حاطط دراسه وعامل خطه جيده جدا ان انا شغال عليها. لكن انا اي انسان في الدنيا يقدر يوصل لاي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق اكيد الطبيعه دي طبعا خلقها وسخرها لينا كلنا. طبعا. فتسخير الطبيعه ده اللي هو يعني انا اقدر استخدم اي حاجه، كل واحد بيستخدم منها اللي هو عايزه، كل واحد ليه امكانياته، كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه طريقته. اكيد طبعا كل واحد ليه تفكيره وليه امكانياته وليه قدراته، بس فهي المهم مشكله، ان انا احط هدف قدامي المهم ان انا عندي عايز هدف اوصل له. اقدر اوصل له. لكن بالنسبه اكيد للشعب المصري يعني ناس كتير منه جدا بتركز ان الماديات، ما معيش ماديات يبقى مش هعمل، يبقى خلاص يبقى بيقف الموضوع يعني، انتهى ما بالنسبه لي. بيحاولش ان هو ما يجتهد، ما يحاولش، بيحاولش لا ان هو يكافح على اساس ان يعني هو انا واحد عشان من الناس يوصل للي هو قابلت عايزه. مشاكل كتير جدا، ايه كتير جدا، كلها مشاكل ماديه، لكن حاولت عشان عندي انا هدف عايز اوصل له. اكيد طبعا طبعا ما فيش حاجه يعني في الدنيا ما بتخلاش من المشاكل، بس المهم ان انا اقف يعني اكون اقوى من المشاكل دي، اقوى من الظروف، ان انا اكمل، ان انا يكون عندي هدف لازم اوصل له، ان انا اكافح. فيعني طب يعني يا باشمهندس وصلت لهدفك ده لا ولا لسه؟ لسه لسه مكمل، لسه مكمل. لسه اكيد طبعا. مكمل. طبعا ما هي طبعا الوصول للنجاح سهل طبعا، بس الاصعب ان انت تحافظ عليه. اكيد طبعا. فيعني فهي دي المشكله يعني، هو ده بقى يعني الموضوع يعني او مربط الكلام، انت ازاي تحافظ على النجاح اللي انت وصلت له او الهدف اللي انت ولازم يكون في وصلت له. تطور، ايه لازم يكون في تطور. اكيد. يعني انا كل سنه بيبقى ليا اتجاه معين ماشي فيه وعايز اوصل، تمام. السنه اللي بعديها اعمل اكيد. يبقى انت محدد يعني، انت محدد لنفسك محدد خلاص يعني، خطوات. انت محدد يعني خطوات ومحدد لنفسك خطه وهدف يعني عايز توصل له كل لكام سنه سنه ليا كمان، تارجت ودي كده خطه لازم، يعني. كل سنه ليا تارجت لازم احققه تمام. وبسعى ليه وبعمل كل اللي بقدر عليه بقى، والتوفيق ده بتاع ربنا ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا معانا صور لشغل شركتك الخاصه، هيتعرض دلوقتي على الشاشه وممكن تعلق عليه وتقول وتقدمه يعني، تعلق عليه للساده المشاهدين. مفيش مشكله. اوكي. هو هنا لسه. دي ايه بقى ال دي ارضيات ممكن بقى تعلق على ال دي ارضيات اتش دي اف. دي ايه؟ ارضيات اتش دي اف. اتش دي اف. ارضيات خشبيه عامه يعني. تمام. ده وده كله شغلك يعني، شغل شركتك وشغلك. شغلنا. تمام. اوكي. وده رخام، رخام محلي ورخام مستورد، فبنبدا نعمل تربيع من الرخام المستورد عشان بيبقى سعره عالي شويه، تمام، ونستغل الرخام يعني. المحلي انت في المساحات الاكثر، بتدخل الاثنين مع بعض بحيث ان برضو تقلل من التكلفه وتدي برضو المنظر اللي انت عايزه وتدينا الشكل اللي احنا عايزينه والشكل برضه. اللي انت عايزه. تمام. ده بيوت سنتر كنا مشطبينه في ده سنتر. تمام. في حي يعني الهرم. انت بتشتغل طبعا اي اي حاجه مجال، يعني، في اي حاجه وفي اي مجال في اي تمام. مكان. تمام. اوكي. بتقابلك بقى صعوبات مع العملاء يا باشمهندس؟ يعني مثلا حد يجي مثلا ممكن يتعبك جامد، مثلا يختار، ممكن يختار الحاجه اكتر من مره، لا ده مش ده اللي انا كتير عايزه، لا طبعا، انا مش دي الالوان، كتير. بعد ما يتفق معاك ممكن يعني كتير طبعا، بنلاقي كتير طبعا حاجات زي كتير. طبعا بتتعامل بقى ازاي هو مع في مشكله بس كلها ان العميل يعني ان ما تعملش اللي في دماغه يبقى مش صح. تمام. يعني هو جاي عايز اللون ده ابيض يبقى ابيض، اللون ده اسود يبقى اسود، بس وخلاص. فدي مشكله كبيره بتقابلنا لكن برضه يعني مثلا ممكن بس احنا بياخدوا رايك بنحاول نقعد كخبير يعني، نتكلم، انت بنتكلم يعني معاه بناء على خبير ومتخصص يعني. بنتكلم معاه وبنقدر ناخد فكره برضه عشان نقدر نوصل له ده المعلومه. برضو في البيوت سنتر. في البيوت سنتر او تمام. الخشب ده سي ان سي، ده بيبقى خشب مفرغ بنرسمه على الاوتوكاد وبعد كده نبدا بس انت نفرغه. باشمهندس يعني بتهتم طبعا بالخامه يعني، مش اكيد طبعا عشان ما بتشتغلش طبعا باي حاجه. لا طبعا. ده ايه مكان خامات معتمده؟ ده اوفيس اصلا، ده مطبخ، ده مطبخ وعمال جبس بورد. تمام. شقه يعني. شقه. تمام. اوكي. بس ما شاء الله يعني الوانها جميله ومتناسقه، وواضح ان ده الشغل حمام مستوى وشاور عالي يعني، عالي الحمد لله المستوى. رب العالمين. تمام. ده سي ان سي اللي انا اقصده حضرتك. انت بقى بيجي لك العميل بالتصميمات اللي هو عايزها، ولا انت اللي بيقول هو لك اعمل لي اللي انت عايزه على ذوقك بيبقى يعني؟ ليه اختيارات، واحنا بنبدا نديله الاضافات اللي هي المفروض بتدي الاحترافيه شويه في الشغل. تمام. اوكي.
اللي توصلوا لمرحله اللي توصلوا لمرحله معينه، لان التفاصيل البسيطه ديت هي اللي بتعلي مستوى الشغل نفسه. مش الشغل يعني طبعًا اي حد ممكن يشتغل، طبعا التشطيبات واللمسات دي هي في تفاصيل اكيد بتفرق، لازم تخرج من تحتنا دقيق وطبعا اكيد العميل مش بيبقى برده فاهم زي برده متخصص او اللي فاهم في الشغل، وممكن يقول لك انا عايز الحاجه دي وخلاص. فهو بقى يعني مش زي المتخصص اللي بقى فاهم بقى التشطيبات تكون ازاي وشغل يكون طبعا ازاي. لازم احنا برده نوجهه يعني، لازم نقول له ايه اللي المفروض يتم. تمام اوكي، ممكن يكون اختياراته غلط. فعلا. تمام. طيب في بدايه حياتك يا باشمهندس اكيد طبعا في ناس ساعدتك، في ناس سندتك، في ناس وقفت جنبك، ولا ما فيش؟ لا في طبعا. في والدتي. والدتك ربنا يحفظها لك. في حد تاني خارج بقى والدتي واخواتي اكيد طبعا، لازم يكون مثلا في حد فتح لك الباب، ادالك فرصه، ساعدك بأي، مش شرط الماديات يعني. ممكن يكون مثلا حتى بالتشجيع، وقفوا جنبك بالتدعيم بالتشجيع، فتحوا لك الباب، ادوا لك فرصه في مكان معين او في حته معينه، بحيث ان انت ممكن تبتدي منها وتعرض نفسك، تعرض شغلك، تثبت وجودك، حتى على اساس ان دي بتبقى اول خطوه في السلمه يعني. هو الموضوع كان بالنسبه لي كان صعب جدا يعني. تمام. وكنت مثلا بروح لشركات التسويق، فكان الموضوع بيبقى اوفر جدا يعني، فانا مفيش اصلا امكانيات ان اعمل ده كله. تمام. فاضطريت اروح التسويق الالكتروني عشان ابتدي اسوق لنفسي. بدات بالتسويق الالكتروني. يعني تمام اوكي. طب ما كويس. عشان ما اروحش الشركات وتديني كوست عالي جدا. فدرست التسويق الالكتروني عشان اقدر اسوق لنفسي واوفر الكوست اللي الشركه بتاخده مني اعمل بيه دعايه. اكيد. طيب تمام. طيب يعني انت تقول ايه بقى للشباب اللي لسه في سنك او اللي لسه يعني، اقول ان احنا لازم نتعب، اللي لسه في بدايه الطريق يعني، لازم نتعب. عندك استعداد طيب تساعد حد، تقف جنب حد؟ انت بتقول محدش يعني، طبعا الاهل والعيله ووالده حضرتك وقفوا جنبك اكيد، ده ما فيهوش كلام، ربنا يعني يعني يحفظهم ليك وكده. ف عندك استعداد ان انت تقف جنب حد لسه بيبتدي الطريق او لسه بيكافح او لسه مش عارف حتى هو عايز ايه مثلا، بحيث ان انت تدله على الطريق، توقفه حتى على اول يعني اول درجه في السلم او اول خطوه، بحيث ان هو يكمل يعني. عندك استعداد تعمل ده او الشركه بتاعتك عندها استعداد تعمل ده؟ مفيش اي مشكله خالص. تمام. يعني احنا بيجي لنا ناس كتير جدا بيجوا تريننج عندنا، بحيث ان احنا نوصل يعني لهم نوصل لهم الفكره كويس، ان مثلا يعني ايه ديزاين، والديزاين ده المفروض ان فكره بخرج بيها في النهايه. يعني انا مش بشتغل ديزاين وخلاص ان انا عندي لون ابيض حلو او اسود او احمر او ايا كان لون ايه، لا يعني بنشتغل ديزاين على اساس ان احنا نطلع فكره في النهايه. اكيد. ونطلع حاجه تتكلم عن المكان نفسه. لان اي مكان في الدنيا انا بدخله بيديني انطباعه. في مواصفات معينه مثلا بتطلبها في اللي جاي يتدرب عندك او جاي يتقدم ان هو حتى مثلا يبتدي حتى بدايه الطريق معاك؟ على الاقل خالص يعني يكون عنده خبره مش اقل من سنه. بحيث ان يكون مشتغل كده. سنه واحده بس حلو. والموهبه طبعا اكيد طبعًا مطلوبه. يعني ان هو لازم طبعا يكون موهوب في شغله على اساس ان هو بيقدر طبعًا يكمل. الموهبه مع الدراسه طبعا الاثنين بيكملوا بعض يعني. اكيد طبعا. اكيد. طيب لو في كلمه حابب ان انت توجهها لحد، ايه ممكن تكون؟ وهو مين يعني؟ حد وهو مين كمان؟ الموضوع كبير. طبعا. طب لو هنبتدي مثلا بوالدتك يعني، لو انت حابب ان انت توجه لها دلوقتي كلمه، ممكن من خلال البرنامج تحب تقول لها ايه؟ ممكن حتى تبص للكاميرا. اقول لها ان انا تعبتها كتير جدا. تعبت معايا. ده طبيعي يعني. هي كل ام ده يعني دي مهمتها وظيفتها في الحياه، مهما تعبت مع اولادها ما بتحسش لا ابدا خالص انها تعبانه يعني. اكيد. هي دي متعتها في الحياه يعني. بس تعبت معايا ما زالت تعبانه. ما زالت. ده انت المتعب بقى. انا اللي متعب. لا ربنا يحفظها لك يا رب. ان شاء الله يعني تحقق كل اللي انت بتتمناه ماشي وتوصل كده للصوره المشرفه اللي هي بتتمناها ليك يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب مين بقى يعني، كلمنا كده عن يعني اصحابك اللي في حياتك اللي ساعدوك اللي ساندوك اللي وقفوا جنبك. هو تقدري تقولي يعني موضوع الاصحاب ده ناس كتير جدا ساعدتني برضو. وناس كتير في الفترة اللي كنت ببني نفسي فيها اكتشفتهم ان هم مش ما ينفعوش يكونوا اصدقاء اصلا. ده طبيعي يعني، موجود طبعا في كل مكان وفي كل وقت يعني. بس هو للاسف يعني الواحد ساعات يعني بيشوف حاجات كده. تمام. يعني حاجات من الناس اصلا ما كانش يتخيل انها ممكن تحصل. تمام. طب انت من خلال برنامج حلم وفكره، احنا هنا برنامجنا حلم وفكره، انت قدرت ان انت توصل يعني او تحدد فكرتك في حياتك وهدفك وان انت قدرت ان انت تكافح وتوصل ليه، حلمك ايه بقى للي جاي في شغلك في حياتك؟ اصلا احلامي كبيره جدا.
كويس يعني وبعيده جدا. الواحد كل ما باحلمه وبعيده جدا بتقدر يوصل. بس انا بحلم كتير عشان اقدر احقق حتى لو 5% أكيد. فيكونوا كتير قوي. تمام. طب نفسك توصل ايه في شغلك في شركتك في مجالك في المجال اللي انت متخصص فيه؟ والله انا بحاول كل فتره اطور من نفسي بالنسبه لموضوع الشغل نفسه، بحيث ان انا محتاج يعني اكون يعني براند جامد جدا. كويس. يعني انت عايز تحقق لنفسك ان يكون لشركه ديكور المصري البراند الخاص بيها ليها اسمها ووضعها طبعا في يعني برضو حتى كل فتره بشتغل على الليفل نفسه اللي انا شغال عليه. على ايه؟ ليفل. ليفل تمام. يعني بشتغل على كل يعني كل فتره على الموضوع ده يعني بحاول اطور. كويس. بحيث ان انا يعني ليفل معين انا عايز اشتغل عليه بس. بتقدر بقى يعني انت مثلا بتشوف يعني الحاجات يعني مثلا غير في مصر يعني بتظهر ساعات كتير حاجات حديثه وحاجات متطوره سواء بره مصر او خارج مصر يعني في العالم. انت بتواكب الحاجات دي بتقدر يعني تشوف طبعا ايه بنتابع ايه الجديد وايه التطور بحيث ان انت برضو تنفذه عندك في الشركه يعني. بنتابع كل حاجه لازم عشان كل يوم ورق الحائط بيتغير، كل يوم ال 3D بيتغير، تفاصيل كتير جدا. كل حاجه لازم يعني بنتابع السوق دايما عشان نبقى عارفين، لازم ندخل مصدوم، لازم ندخل محجوب عشان نشوف ايه التفاصيل. طب الفتره اللي احنا فيها طبعا احنا عارفين طبعا ان احنا كلنا فتره الكورونا وان الدنيا يعني مش متظبطه برضو شويه في برضو يعني الحال طبعا اكيد مش زي الاول يعني. ايه الصعوبات بقى يعني في صعوبات بتقابلك الفتره دي في موضوع الديكورات؟ طبعا يعني بتقابلنا صعوبات. الناس ساعات بتبقى خايفه شويه من السوق. تمام. حاسه ان الدنيا مش بطبيعتها. اكيد طبعا بتقابلك. طيب احنا تقريبا وقتنا خلص. تمام. اوكي. تشرفنا بيك جدا واسعدتنا بوجودك يا باشمهندس. بنتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح باذن الله، وان شاء الله شركتك شركه ديكور المصري تحقق يعني النجاح اللي انت بتتمناه وتقدر توصل للبراند اللي انت بتتمناه وتثبت نفسك اكتر واكتر في السوق باذن الله. شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم. شكرا. وصلنا لنهايه فقرتنا اعزائي المشاهدين، كل الشكر والتقدير لحضراتكم لمتابعتنا، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات جديده قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.